إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. النهاردة كنت في العيادة وجالي مريض، فالمريض بيسألني عامل لي فخ يعني ولا هو، فبيقول لي أنا بعمل كايروبراكتيك أو عايز أعمل كايروبراكتيك أو عايز يعمل كايروبراكتيك. فقال لي إيه رأيك أعمله؟ قلت له أعمله مفيش أي مشكلة خالص. فقال لي يا دكتور إزاي؟ ده انت بتقول في المحاضرات ما تعملوش كايروبراكتيك، والكايروبراكتيك مش عارف ايه، وبتشتم في الكايروبراكتيك. فقلت له مين قال؟ انا ما بشتمش في الكايروبراكتيك، انا بوضح حقيقه واحده. الكايروبراكتيك بيتعمل علشان يطقطق العضلات والاربطه والاوتار، يعني حاجات سوفت، تمام؟ فلما هو يعمل كده هو العضله بتطق، العضله بتبقى فيها يعني سبازم او في تشنج فبيفك، تمام. قلت له انا مش معترض على كده، دي حاجه بتريح وموجوده في كل حته في العالم، انا معترض فقط على النصب باسم الكايروبراكتيك. اللي بيعمل كايروبراكتيك وبيقول لك انا بعمل لك كايروبراكتيك بطقطق العضلات وطقطق الاربطه وطقطق الكلام ده، ده راجل محترم جدا ولازم يكون دكتور علاج طبيعي محترم جدا. لكن لو هو مش دكتور علاج طبيعي يبقى نصاب، ومفيش حاجة اسمها معالج وخدت كورس واتدربت. اتدربت ازاي يعني؟ 7 سنين طب ولا 6 سنين في كلية العلاج الطبيعي انت هتاخد كورس؟ هنا النصب. النصب التاني لما، سواء بقى دكتور او مش دكتور، النصب التاني لما يقول لك بص انا برد الغضروف، بص انا برد الفقرة. لا طبعا، انت لو بتطقطق الغضروف او الفقرة يبقى انت مجرم، يبقى انت هتعمل شلل للمريض، يبقى انت هتعمل مصيبة. لكن الكايروبراكتيك اللي هو الكايروبراكتيك اللي هو بنعمل بيه الاربطه والعضلات، اهلا وسهلا طبعا، ده حاجه كويسه وظريفه وكويسه. المشكله لو الراجل اللي بيعمل الكايروبراكتيك ده مش دكتور علاج طبيعي، المشكله لو خدته الجلاله وصدق الكذبه بتاعته اللي بيكذبها على الناس، وصدق ان هو هيطقطق الفقرات فيقوم مطقطق الفقرات فعلا فيعمل مصيبه في المريض. هو ده الغلطة بس. لكن العلاج الطبيعي، طب هم ليه بيقولوا ده احنا بنرد الفقرة وبنرد الغضروف والكلام ده؟ اللي بيقول كده عشان ياخد فلوس، لانه لو قالك انا بطقطق العضلات انت مش هتدفع فلوس. ده اعتقادي، انا اعتقد، انا معرفش نواياهم ايه، لكن هي دي النية الواضحة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.